كابتن جمعه، طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزه ابارك لك مرتين بقى، ابارك لك طبعا على مباراه النهارده، وابارك لحضرتك على تواجدك في الجهاز الفني لفريق الكره الطايره. كمان عايزه اسالك النهارده على المباراه، شايف المباراه النهارده ازاي واداء جميع لاعبات النادي الاهلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكرا على الاستقبال الجميل منك يا سلا. ماتش النهارده طبعا هو ختام الدور الاول. فرقه اليوبلس فرقه محترمه طبعا، بس هم عندهم بيعملوا احلال وتجديد في الفرقه كلها، بيلعبوا تقريبا بنسبه كبيره جدا من الناشئين، فعلشان كده احنا الماتش بعد ما خلص احنا بنمرن الفرقه تاني، لان المجهود اللي اتعمل يعني مش على قد المجهود اللي البنات متعودين عليه، فكان لازم تتعمل تمرين بعد كده. عندنا المرحله اللي جايه ان شاء الله، خلاص ده نهايه الدور الاول، وان شاء الله هنبدا على الدور الثاني من يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله. كابتن بورتو، عايز اعرف من حضرتك استعداداتكم مع لاعبات النادي الاهلي كانت عامله ازاي، يمكن بالاخص من قبل ما يبتدي او انطلاق بطوله الدوري، الاستعدادات بتاعتكم كانت مع البنات عامله ازاي، وكمان ايه ابرز الامور اللي انتم بتحبوا تركزوا عليها في المباريات اللي زي دي، خصوصا ان المباريات دي تعتبر تجريبيه او تحضيريه للادوار الاصعب والادوار القادمه؟ طبعا احنا بنحاول نعمل روتيشن دلوقتي بين البنات كلهم، بين اللعيبه، مركزين الفترة دي على البلوك بشكل كبير جدا. الفرقة عندنا طبعا كان عندنا إصابات، بس الحمد لله كل البنات رجعوا. كانت إيوانا مصابة، وآية الشامي كانت مصابة، ريماس كانت مصابة، يعني كان عندنا نسبة إصابات كبيرة جدا جدا. البنات بدأت ترجع واحدة واحدة وبالتدريج. زي ما قلت لك، هو يعني الحمد لله احنا مركزين. كابتن ابراهيم اميز يعني او اكتر حاجه السنه دي باينه ان هو بيشارك البنات كلهم، بيلعب البنات كلهم، بيدي فرصه للناس كلها. مطلعين مجموعه كبيره جدا من الناشئين، مدي فرصه كبيره جدا للناشئين. احنا مطلعين من الناشئين فريق 17 سنه، مطلعين ثلاث بنات، ومن فريق 19 سنه مطلعين اربعه، فمطلعين كميه كبيره من الناشئين السنه دي معانا. حضرتك عن المحترفات النادي الاهلي، برضو عايزك تكلمني برضو الاستعدادات معاهم كانت عامله ازاي. اوكي، انا تاني السؤال ده عايزه برضو اعرف من حضرتك بالنسبه لمحترفات النادي الاهلي في صفوف الفريق، الاستعدادات معاهم كانت عامله ازاي، طبعا ما قبل الموسم ولحد دلوقتي الاستعدادات عامله معاهم ازاي؟ هو طبعا تانية غنية عن التعريف هي موجودة معانا او موجودة مع الفريق من السنة اللي فاتت. انا جيت لقيتها طبعا تانية لعيبة كبيرة جدا، ليها شعبية كبيرة جدا في مصر. الجديدة على الفريق ايوانا، لعيبة مركز اثنين، هي لعيبة طبعا في الفولي هي عالية جدا ومحترمة، محتاجة وقت بس تدخل مع الفريق، تتأقلم مع الفريق. هي ما شاء الله عليها دمها خفيف جدا، محترمه جدا جدا، عندها فولي عالي جدا، محتاجه وقت تندمج مع الفرقه بس، مش اكتر ولا اقل. كابتن جمعه، بشكر حضرتك جدا وبالتوفيق ان شاء الله في المباريات القادمه. ميرسي جدا يا كابتن. شكرا ليكم. شكرا، مع السلامه.